أنا اسمي جلال هيلان، والد الأسير يونس هيلان. أنا إنسان عادي، يعني عايشين الحمد لله زي ما بقول، شايفين خير نشرنا الحمد لله، أمورنا ماشي، أمور تمام. ولكن بشكل مفاجئ تغيرت حياتنا وانقلبت رأسا على عقب. بتاريخ 25/10 اقتحم الاحتلال بيتي بشكل مفاجئ. خير شو عم شوفي؟ لما بقولوا ابنك متهم بطعن مستطيل، لا ابني عملها ما عملهاش، قالوا هذا قصة احنا اللي بنثبتها بطريقتنا، ورجونا كاميرات ومش عارف شو. المهم اخذوا الولد ب 25/10، ولكن تفاجأنا في 8/11 اللي هو بعد الحادث باسبوعين تقريبا، بالضبط اسبوعين، الاعلام الاسرائيلي حكى انه المستوطن اللي تم طعنه في الفندق مات. ومن هذيك اللحظة بلشت المعاناة الحقيقية. اقتحموا الجيش اخرى مرة وطلبونا على المخابرات وتحقيق مش عارف شو. وفي 15/11 يعني بعد ما مات المستوطن باسبوع، الجيش كمان اقتحم البيت بشكل عنيف واخذوا قياسات البيت بنية الهدم، بلغون فكرة شفهي انه راح نهد البيت لانه ابنك متهم بقتل المستوطن. ب 11/1 طبعا، في 12/12 نزلت لائحة الاتهام ليونس، نفس ما حكينا، بقول انه ابنك طعن وقتل. في 11/1 اجانا قرار من قائد جيش الاحتلال في المنطقة، بعرف شو اسمه شو وضعه، انه تقرر هدم البيت نظرا لانه يونس متهم بكذا وكذا بالقتل، وانتم معاكم مجال تعترضوا في محكمة العدل العليا ولدى الجيش. وكالعادي اول الجيش يعني مش راح يتراجع، يعني اجانا رد الاعتراض اول مرة، يعني رفض الاعتراض. قدمنا في العدل العليا اول مرة، ثاني مرة، ولكن للأسف كل مرة بيقولوا خلص التهمة، يعني خلص بالنسبة لهم هم على الأقل، احنا بالنسبة لنا لا، يعني بالنسبة لي أنا بقول ابني صح، يعني ربما إنه متهم بالطعن، بس المستوطن مات بعد فترة كان مريض، يعني هذه أمور قانونية بدناش نحكي فيها. المهم أجاني القرار في قبل يعني حوالي في 20/3، القرار النهائي للهدم. طبعا أنا في 11/1 لما أجاني القرار رحلت من البيت. يعني ممكن المشاهدين أو المستمعين يقولوا ليش رحلت بهذه السرعة؟ طبعا انا عندي اطفال، عندي طفل كان عمره 2 شهر، حتى لما اخوه عمل شغل طبق عمره 5 أيام فقط لا غير، وبنت 4 سنين، ما بقدرش اخليهم عرضه لل يعني للاحتلال والاقتحامات، حتى الاولاد لحد هسه والله نفسياتهم من اعتقال اخوهم مش قادرين ينسوا. المهم اجانا في 20/3 القرار النهائي، بس وصلنا بشكل شفهي انه الاحتلال ما بده ينفذ في رمضان لاسباب خاصه فيه، خوف من التصعيد ما بعرفش ليش. فاحنا كنا متوقعين في اي لحظه يجينا. بالفعل تفاجأنا اول امبارح في الليل على الساعه 12 في الليل، انا حتى كنت بحضر في الاخبار لانه كان في يعني هدم في قريه جنبنا حارس، تفاجأت انه برضو عندنا في نفس الليل اجوا هدوا، وبالفعل اقتحموا الجيش بالقريه بشكل عنيف وسكروا الشوارع ومنعوا الناس يوصلوا، قوات هائله وهدموا البيت. هسا نيجي على موضوع بنى البيت هذا اللي احنا فيه هسا. طبعا شعبنا معطاء، شعبنا عطاء لا حدود له، اهل الخير طبعا، يعني بدون لجان بدون تنظيمات، يعني انا كل هذا اللي شايفينه شغل اهل الخير فقط لا غير. في ناس قدموا بطون، ناس قدموا حديد، ناس قدموا اجره المعلم، يعني بهذه الطريقه. طبعا اصروا انه يبلشوا يبنوا من 3 شهور، انا رفضت، يعني كان عندنا بصيص امل انه نقدر نحمي الطابق الثاني، هي داري طابقين، كنا اذا بنحميه خلص يعني الحمد لله طابق بكدينا. فلما جاء القرار النهائي قبل 20 يوم او قبل رمضان بلشنا نبني. فسبحان الله اجت مصادفه امبارح يوم الهدم، اجت يوم صبت الارض زي ما انتم شايفين. ويعني تكاتف لا مثيل له. الكل بيقول يا جلال ما تخاف، انت يعني قدمت ابنك في سبيل الوطن وقدمت دارك في سبيل الوطن، ما تخاف، راح تجيك دار زي دارك احسن من دارك من اهل الخير. يعني حتى الناس بتبرع، انا بعرف ايش مين اللي بتبرع، يعني الناس بيقول لك انا بدي اقدم لوجه الله لاجل الوطن لاجل الله، واحنا بدايه البنى هسه والله يكملها على خير ان شاء الله. حلم الواحد مش سهل، يعني انا هسه عمري 51 سنه، هسه بضلني اعيدها للاعلام هذه بدون مبالغه، نص عمري من 26 سنه صار عمري 51 واحنا نبني في هالدار كل سنه نعمل شيء. حتى الطابق الثاني اللي انا ببني فيه لحد هسه في جزء من ديونه والله ما انسدد والحمد لله. مش سهل، الاطفال الصغار حتى امبارح راحوا شافوا، عندي اولاد صغار راحوا شافوا، هاد ليش نحن ليش هدوا اليهود؟ الطفل بفهمش هالخراب، ولكن الحمد لله ربنا اختارنا، في احنا ناس متجذرين في هذه الارض، لو هدموا بيت بدنا نبني بيت واثنين بقدره الناس المقتدرين والناس اهل الخير والطياب، والحمد لله، الحمد نصيبنا وبدنا نتحمل، والله يفتش اسر يونس واسر جميع الاسرى.